السيدات ديالي، صباح النور وصباح الخير وصباح التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم مزيان؟ نتمنى الكويدات ديالي تكونوا في ظروف جيده وفي صحه جيده وفي احوال جيده، والله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه يا رب العرش العظيم، وعواشركم مبروكه باش ما كتمنوا ان شاء الله باذن الله، والله يدخل علينا وعليكم هذا رمضان اول حاجه بالصحيحه 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 وراحه البال والرزق باش تكونوا يا خوتي. انا دابا هنا، هذه هانتوما خوتي ذبحتني انا كاع، هذه ماشي غا درتها، راه ذبحتني. ما انا ما صايقاش باش ما تقوليش حريده واش كتشوفي في التليفون وانت صايقه، انا ما صايقه شخصي، من هنا كنهضر معكم، من هنا كتفجوا في هذا الخير ديال مولانا، الله يسهل علينا ويسهل عليكم وكلشي. دابا يا خوتي بغيت نهضر في واحد الموضوع، هو الصراحه انا هذا الموضوع دابا غنتعاطف معاه ياك، ولكن وفي نفس الوقت غنعطي شويه من نقي خياره نداو. دابا مسكين ولد الشينويه دار واحد الفيديو البارح وتفرجت فيه، الصراحه بقى فيا الصراحه والله الا هو درويش وحنين وضريف وديال الكبرانيه، دائما كما كتقول لكم حريوده ولد الشينويه، ولو يوقع شنو يوقع، ولو ندبز انا وياه، ولو نتعايرو، ولو يعطيني برد قلبو ونبرد فيه قلبي، ولكن صراحة الله ملي كيكونوا شي مواقف انا دائما كنجي معاه، انا دائما كنجي في صفه. علاش؟ رغم هذوك المعايير اللي كنديروا انا وياه، كنخرجوا على السيطره وهو كيبقى يعايرني وانا كنعايرو، فعلا كنتعايرو بصح النيت قسما بالله، هو كيبرد فيا قلبو وانا كنبرد فيه قلبي، ولكن ملي كتكون شي حاجه بحال هكا كنتعاطف معاه كيبقى فيا والله. وهذا وكيسول على ندى، كيسول على ندى دائما، تيقول لي حمزه راه تيسقسي على ندى وكتبقى فيه ندى، وتيقول لهم عزيزه عليا ندى وكلشي. ايوا كنقولوا ماشي مشكل. دابا غالي بغيت نقول لك اولد الشينويه، هذه رساله من عند حريوده، غرب بيا الكبيدات تا غالي يجي يضحك عليك. شوفوا الكبيدات ديالي الباربي في اش دارت ليا، وغا قول لي يا ولد الشينويه مالك على حالتك، واش انت غالي جاي يضحك عليك ولا ايوا؟ الشارفه قلتي الشارفه العارفه ضحكات عليك وفي الاخر ما بغاتكش رفضاتك. ايوا جات تاني ديك فريخة الشتا اللي صب عليها الشتا كي داك الفلوس، تا هي نصبات عليك وضحكات عليك. ايوا واش انت يا ولد الشينويه ما غديرش عقلك؟ واش انت غالي جا غيضحك عليك ولا ياو؟ عارف غير داك اللسان الماضي عندك والمعيار الحامض، حد غير داك الشيء وفي شي حاجه اخرى لا ما حدكش فيها. ايوا جات حري ودا براتي بدوك السوايع الله يخلف عليك باقي لدابا كنديرهم والله الا هاكي عجبوني زيني الصراحه زينين في اليد وكيعطيو الهيبه. ايوا وفريخت الشتا حتى هي اللي باقا ما كامله حتى السن الرشد، باقا ما مكمله واقيلا حتى 20. انا ما عرفتش صراحه باش ما نقولش شي حاجه انا ما عرفتش شحال عندها والله العظيم، حيت هي باقا صغيره، رانا دا كبير عليها واقيلا بشي حاجه، حيت حنا ملي كنا مع خوها ومع ماما هذيك الساعه كانت عندها واقيلا 15 ولا 16 صراحه، حيت كنت سولتها قالت لي 15 ولا 16، ورا دابا 3 سنين دابا. والمهم دابا يا ولد الشينويه الصراحه بقيتي فيا وانا تعاطفت معاك والله، على ود انت بوهالي، انت غا خبز الله في طبقه ولا شي يقولوا له، على ود فيك غير النوضه، غير النوضه وفيك المعيور وتخسر الهضره وكتبقى ملي كتكون كتساب مع الناس كتبقى تخسر الهضره وكتبقى دير هادشي اللي فيك خايب، اما انت قلبك بيض وضريف وحاجتك ماشي ديالك. ولكن الصراحه بيني وبينك عاوتاني راه ما نبغيهاش لك،
خير الامور اوسطهم، وتيقولوا الدقه اللي ما تقسمش قوي، وانت ما قواتكش الدقه مع حريودايا اللي كتقول ليها يا الشارفه يا البايره يا الفاعله يا التاركه. ضحكات عليك، ضحكات عليك الشارفه، جات ثاني بريشه ضحكات عليك، وما نبغيهاش لك صراحه الله والله. وقالوا لي الناس والله العظيم عيطوا عليا الناس، قال لك فواحد الحاله لا يرثى لها، وبقيتي فيا الصراحه ما بغيتهاش لك، وانا تعاطفت معاك والله على ود انت بوهالي، انت غا خبز الله في طبقه ولا شي يقولوا له، على ود فيك غير فيك غير النوضه، فيك غير النوضه، وفيك المعيور، وتخسر الهضره، وكتبقى ملي كتكون كتساب مع الناس كتبقى تخسر الهضره، وكتبقى دير هادشي اللي فيك خايب. اما انت قلبك بيض وضريف وحاجتك ماشي ديالك، ولكن الصراحه بيني وبينك عاوتاني راه ما نبغيهاش لك، خير الامور اوسطهم، وتيقولوا الدقه اللي ما تقسمش قوي، وانت ما قواتكش الدقه مع حريودايا اللي كتقول ليها يا الشارفه يا البايره يا الفاعله يا التاركه. ضحكات عليك، ضحكات عليك الشارفه، جات ثاني بريشه ضحكات عليك، وما نبغيهاش لك صراحه الله والله. وقالوا لي الناس والله العظيم عيطوا عليا الناس، قال لك فواحد الحاله لا يرثى لها، وبقيتي فيا الصراحه ما بغيتهاش لك والله، ما بغيتهاش لك. دخلتي بديك الحاله مالك، مالك دخلتي بديك الحاله، صافي مول الخير كيدير الخير، وكل حاجه اسمه نصيب، واللي كتقسم اللي كيقسمها علينا الله في الدنيا كندوزوها سواء بالزوين بالخايب. يح نصبات عليا، دارت ليا، فعلت ليا، وهي الصراحه ما ضرباتكش على يدك، نصبات عليك بداكشي اللي عطيتيها، واش ضرباتك على يدك؟ ما ضرباتكش على يدك صراحه الله، انت اللي عطيتيها خليك والله الا دابا دابا انت بقيتي فيا وغنتعاطف معاك، ودابا في نفس الوقت وسرك وسرك والله الا ما تتحشمش، ما تتحشمش. شي ناس كانوا شحال هادي لعقلتي في التليفون عيطوا عليك وقالوا لك اودي البنت راه باقا صغيره عليك، وسير شوف اللي يواتيك وشوف اللي تواتيك، وبعد من البرهوشه راه غتسمسرك. ها حريوده ها تتغيري ها تديري ها، ولاش غتغيري حريوده؟ قال لي الحبق مني الحبق من يدي فاح، ولا ما عرفتش يقولوا ليها، علاش غتغيري حريوده في نظرك؟ علاش؟ بالعكس انا ما كنبغي لك غير الخير والله القسم، اقسم بالله واد العواشر ما دوزنا غير انا وياك ونادا وهذا غير الخير، وما بيناتناش مالكي واخ فهمتي، ما دوزنا غير الخير، علاش غنغير؟ ياك انا اللي ما بغيتكش، وانا اللي قلت لك صافي الله يعاون ما تصلح ليش، وما جيتينيش على كانتي، وما غتجيني ما غنصلحو انا وياك حتى لحاجه، وداك الشيء علاش. وما انا علاش ما نبغيش لك الخير؟ اش بيني وبينك؟ بالعكس خوك مسلم هو اللي تبغي ليه الخير، باش ربي تيفيض الخير. انت دابا عرفتي شنو اللي فيك، هو فيك غير اللسان، فيك غير اللسان شاوي، اما شي حاجه اخرى ما فيكش. عاوتاني انا نقول لك اولد شي نويه من هنا، وراه عرفت كتفرج في هذا الفيديو غتسمعني، حاجه وحده اللي نقول لك الله يرضي عليك، فيك واحد القاعده خايبه. اشنا هي؟ هي ملي كتبقى تناقش مع شي حد عندك معاه مشكل، كتبقى تجبد والديه. علاش كتجبد الوالدين ديالو؟ خليهم في التقار، بحال دابا داك الفيديو اللي شفت قلتي بان قلتي لي على لطيفه بلاتي انتيا هي جايه نوبتك، لا خلي عليك السيده في التقار، هي ما عندها يوتيوب غتعاطى معاك، ما السيده داخله سوق راسها، على لطيفه كنهضر على ماين فريخ الشجه، السيده داخله سوق راسها ما عندها يوتيوب، ما كتفهم في يوتيوب ما حتى شي حاجه، ما تبقى وشركتي معاها الطعام وطيبات لك بيديها، راه كليتيها المسخوط، اكليتي الطعام، راه الملحه صعيبه، خلي عليك السيده مقره وظريفه وداخله سوق راسها، خليها عليك صراحه الله. انا كنقول غير الحق، انا راه ما نجي لا عليك لا على فريخ الشتا، وتديك فريخ الشتا ما ساهلاش، هاي 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 عليك الباترونه، وجمعتي لي حب وتبن. دابا تنبغي نتعاطف معاك، ولكن في نفس الوقت غنقول لك سرك، علاش؟ حيت ما تديرش راسك التاويل، غير بشويه خير الامور اوسطهم. غنشري الايا لا قدار
ايوه تخلص من الباكيه وعقل على القالب. عمرات عليك فريخت الشتا. غنجري لالاك ايضا وغنجري ليها الذهب وغنجري ليها الخلخال. ايه شري ليها دابا الخلخال وشري ليها هذي وقمطاتك واخا ما تستاهلش ولكن راه عبرات عليك هادي دير لك العقل. اه وشريتي ليها الخلخال هي ايوا واش هي شرات لك الخلخال ولا ايوا دير لك الخلخال في الرجل ودير وحده وحده على هاد الشمسه اللي دارت لك فريخت الشتا. ايوا وسير واجي هكا وهلا وسلاوة. دابا بيني وبينك ولد الشينوية انا الصراحه هي تنضحك معاك وغتقول كتشمتي فيا. حلينا شربنا قشبنا تعاودنا مشينا عند خديجه حتى هي رحبوا بينا كبروا بينا كبرتي بينا حتى انت الله يكبر بيك واش فهمتي. ولكن ما نبغيهاش لك صاحبي يا ويلي. واش فريخت الشتا ما عندها 18 عام مقوده نايضه ضحكه عليك وديه لك دابك وديه لك رزقك. ايوا انت عليك حساب راه عطلنا اللي شافك اللسان ماضي عندك في الفيديوهات واللسان ماضي والعقل والو العقل زيرو خاوي. شوف حريوزه صاحبي حريوزه تبارك الله وصلى على النبي والعقل والرزانه في العقل والتبات ولكن الدراع راه ما كاينش. وما قلت لك بصحتك ولد الجنويه غا الدراع وانت تطير تتعيا حتى وحده فينا ما تديها حاد كاع عندها الدراع والو عفنياني. غا هذيك فريخت الشتا كتجيب ليها ما الماكله تاع بين رجليها بين يديها وانا الحمد لله ميسر عليا الله ومسك عليا الله تانا تجيني الماكله واجده تاع بين يديا. ايوا ايوا بقيتي نتايا الخراجه ولا شي يقولوا يو ما تجمع راسك صاحبي وما تكون ناز وما تكون عارفه اش دير وما تخطوي الخطوات تعرف اش دير. اه واش بقات غفلة لا 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 يا الحامضه الفلاق يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي داكشي هضره بايخه وديك ما هضره ما والو. خاص يكون عندك الدماغ صاحبي ما تبقاش غير غالي انت تبقى تعايرها وتقول لها يا الزرقات لها يا هادي يا الحامضه يا الفعله يا التاركه. هادي داكشي ما خدامش هذاكشي اللي خدام هو يكون عندك عقلك وتعرف اش دير. دا ايوا المهم اش نقول لك ولد الشينويه رساله من عند حريوده ودير عقلك وتبت ورزن وكمدها في قلبك وسكت. راه ما تنتشفاش فيك ولد الشينويه والله اخويا ما تنتشفا فيك غير انا دابا تنعتبرك شوف فهاد دابا قسما بالله العظيم والعواشر هادي دابا كنعتبرك بحالك بحال ناده تا ناده كون دار ليها شي واحد شي حاجه بحال هكا او دا ليها شي حاجه ولا هادي على رقبتي حتى هي غنقول ليها سرك سر جدباباك ما كاين فين عقلك والله العظيم. هاد دابا كنعطيك كنوبخك بحال هكا لحقاش انت بحال بنتي بحال ناده. واش فهمتي واش غنقول لك هذيك فريخت الشتا وانت منين ديتي الراجل للسيد رزقو رزقو وردي ليه ديالو دابا ينوض لك ها اللي جايك معاه تردي ليه دازه وردي ليا دهازي ردي ليا دهازي يو تا هو غا شاف فريخت الشتا ها باقا صغيوره قال هنا نبات. قال مني ما كاين شد بوريده دابا دير عقلك اصاحبي دير عقلك وعرف اش دير يو وانت غتطير خف من رزقك وحريوده شارفه هارفه تالفه نصبات عليك جات فريخت الشتا حتى هي ازويز وما مكمله واقيله 18 عام حتى هي نصبات عليك ورا هادشي راه ما كيعجبش. اه وداكشي اللي عطيه لك ربي في اللسان وفي المعيار وفي الدروس الاخلاقيه ويعطيه لك ربي تعالى يزيدوا لك شويه في العقل. دير بحساب دير بحساب الوقت راك خيتيم ودير بحساب المرض ودير بحساب الوقت الجايبه ما يكونش بنادم غتالف وغطاغي وغادي وهادي والله العظيم انا كنهضر معاك كاني كنهضر مع ناده على رقبتي. اه هذيك فريخت الشتا وسيري تصنطي المراودك وتصنطي عظامك وردي للسيد شي حاجه ديتي ديتي ردي على الاقل شي حاجه ردي ليه دابا شي حاجه ديال الدب وخذي شي حاجه ديال الدب الصراحه حيت
خديتي ما داش سويع بحالي ولا والو والو والله العظيم انا ديتها سويع الفريع ولا ديتي ليه شي دهيبه فريخ الشمن هنا حتى انت غتكوني كتفرجي فيا وخذي شي باش ما نقولش لك نقول لك ردي ليه كلشي لا ما يمكنش خذي شويه وردي ليه شويه كيبقى حتى هو تيبقى غايتيم وولد الناس وهادي وهادي انا ما عطاني دابا باش غنرد ليه دابا السوايع عجبوني راني ديتهم صافي هادوك السوايع راه دمو جاي اللي كانت يغسل اللي كانت يغسلني في الفيديوهات هذاك دمو جاي واش غنقول لك اولد الشينويه وكامدها وتصنت العظامك وتصنت المراودك وباش مره اخرى دير لك العقل لحقاش حري ودا ما دارت لك العقل نفضاتك زداتك ونفضاتك ودات لك هذوك السويعات اللي عطيتيها كادو شكرا ما رداتهمش كوادي ولكن عليك صاحبتي هذيك دير لك العقل وما ديرش شي حاجه حتى بنادم يتكاتب معاك وتضمنوا بانه راه تكاتب معاك قانونيا وراه وليتي راه ولات هي مرتك وانت وليتي راجلها على سنه الله ورسوله وهذيك الساعه احو بردت حتى الا كدير شي حاجه وهذه وهذه بعدا راه كديرها لمراتك وانت يلا كتخطب كتبدا تتفرع تتبغي تعيق وتتبغي تبان قدام لي فان وقدام المشاهدين وتبقى تصور انا عطيت لهادي جبت لهادي درت هادي درت هادي ايوا الضريبه ديال داكشي انت تتخلص فيه دابا ايوا صافي وهادشي اللي جيت نقول جيت نضامن مع ولد الشينوية الصراحة بقى فيا وهو عزيز عليا وكيبقى يتيم وكيبقى بوهالي وكيبقى غير كيدندن عنده داك اللسان حامض واللسان ماضي هادشي اللي فيه اما هو قلبه بيض وضريف ايوا وتنقول من هنا تنقول فريخت الشتا خديتي خديتي وردي شي حاجة ردي النص وخذي النص حلال عليك هادشي اللي كاين وولد الشينوية تنقول لك الله يسهل عليك ما تبقاش جبد الوالدين حيت الوالدين كيبقاو خط احمر وما داروا لك لا بيديهم لا برجليهم سواء خو فريخت الشتا اللي عماد او سواء لطيفه ما تجبدهمش هما عندك كاع في الفيديوهات لحقاش هما اصلا ما داروا لك والو وغير كبروا بيك ما داروا ما داروا معاك حتى شي عيب ما حاجه العيب اللي دارته معاك هو داك فريخت الشتا ايوا عطيها تعطاك ومول الخير يدير الخير يلا تحياتي لكم وتنحمق عليكم وتنقول لكم شكرا وعواشر مبروكه وولد الشينويه دير عقلك دير عقلك اصاحبي والله العظيم دير عقلك راك وصلتي لواحد الحاله لا يرثى لها هذيك فريخت الشهر من هنا نقول لك انا راه جبت والديك بالخير وانا ما جبدتكش قلت لك الا ديتي ردي ليه نصو خذي نصك سنتي راه حلال عليك.